100 مليون وأكثر يعيشون بجوار الكنوز وفوقها، وفي كل يوم تميت الحضارة اللثام عن أسرارها في بلد من عجائب الدنيا. لكن لمصر كنوز لا تقدر بثمن. عبقري الكيمياء أحمد زويل الذي نال جائزة نوبل عام 1999 عن اختراعه ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتوثانية، وحفر الدكتور مصطفى السيد اسمه من ذهب حين ابتكر علاجا للسرطان بمركبات دقيقة من الذهب، ونال أعلى وسام أمريكي في العلوم قلادة العلوم الوطنية. البروفيسور مجدي يعقوب نقل جراحة القلب إلى عالم آخر أقرب للمعجزة، لقبه الإعلام البريطاني بملك القلوب، ومنحته الملكة إليزابيث لقب السير. وفي الفضاء كان فاروق الباز أبرز علماء وكالة ناسا باستكشاف جيولوجيا القمر واختيار مواقع الهبوط عليه، ودرب رواد الفضاء في بعثات أبولو على اختيار العينات من تربة القمر وتحليلها. أبو بكر الصديق بيومي أفضل عالم رياضيات في العالم عام 2010 رفض جميع الجنسيات الأجنبية حفاظا على هوية أولاده وانتمائهم لمصر. أما اليابان فإنها تدين للعالم المصري شريف الصفتي الذي ساهم اكتشافه بالتخلص من الإشعاع النووي بعد كارثة مفاعل فوكوشيما، ورشحته طوكيو لجائزة نوبل لقاء ذلك عام 2013. وتفخر ألمانيا بالمهندس المصري هاني عازر الذي صمم محطة قطارات برلين الأضخم في العالم، وكرمته أنجيلا ميركل بوسام الجمهورية الألمانية. في علوم الكمبيوتر يدين صناع التكنولوجيا إلى الدكتور مجدي بيومي الذي ابتكر دوائر إلكترونية تجعل الكمبيوتر يفكر بطريقة تشبه مخ الإنسان. الطيران يحمل أيضا بصمة مصرية عبر هاني مصطفى أبرز مهندس في صناعة محركات الطائرات والحائز على عشرات براءات الاختراع في تطوير وتصميم محرك الطائرة ورفع كفاءته. وقبل أن يقفل عام 2020 أبوابه برز اسم الباحثة المصرية إلهام فضالي التي صنعت أهم إنجاز عالمي في الفيزياء لهذا العام عن أبحاثها في التكنولوجيا الضوئية. وكأن العالم أراد أن يمنح شعراء مصر وكتابها بأكملهم جائزة نوبل حين منحها للعملاق نجيب محفوظ. مصر المحروسة تتبختر بعقولها وأهلها، وقالوا عن المصريين إن في كل واحد منهم همة تغازل طموحه نحو القمة.